نبدأ ساعتنا الثانية من صباح العربية، حيث تستعد قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير لتنضم إلى لائحة التراث العالمي مطلع العام المقبل لما تمثله من أهمية. المزيد سيكون في تقرير الزميلة أحلام اليعقوب، نتابع. جبال تصافح السحاب على مد البصر، وصلناها ليلا وخطفت أعيننا بأضوائها المتناثرة على سفح الجبل. نحن في رجال ألمع جنوب السعودية، المحافظة التابعة لمنطقة عسير التي تنتظر ضمها لقائمة اليونسكو مطلع العام المقبل. تستقبل زائريها بأحد عشر مسلكا بريا أغلبها جبلية شقها الإنسان منذ القدم واستخدمها في رحلاته التجارية بين اليمن والحجاز والشام، واليوم عبدت تلك المسالك بالكامل كطريق محايل وعقبة شعار والسودة والصماء. أنفاق عميقة تشق بطون الجبال، هي ليست فقط للمسير لكنها مكان لطقوس الترحيب بوصول الضيوف أو تبادل التحايا بين أهلها. لم ننتظر لنكمل يومنا في هذه المحافظة، فالأجواء مغرية للخروج والتجول حتى في الظلام، غير أننا تعرضنا لموقف لم يكن في الحسبان. تعطلت عجلات اثنتين من سيارات الفريق في وقت واحد، لكننا لم نشعر بالعناء أثناء انتظارنا لإصلاحها، وأكملنا المسير لنخوض معكم رحلة اكتشاف لمحافظة رجال ألمع وهي في طريقها إلى اليونسكو. أحلام اليعقوب، العربية. للمزيد تنضم إلينا من رجال ألمع زميلة أحلام اليعقوب مفدة العربية. صباح الخير يا أحلام، وباين الجمال والمنظر اللي وراك، الخضار والجبال فعلا يعني لوحة فنية زي ما ذكرت مروة في البداية. صباح الخير. والزي اللي أنت لابسته هذا هو زي السيدات في رجال ألمع، صحيح؟ حدثينا عنه. في البداية صباح النور، يا مرحبا مليون مثل ما يقولون هنا أهل رجال ألمع. صباح الخير يا مروة، صباح الخير يا مها. فعلا أنا زي ما وعدتكم أمس حاولت أني أجيب لكم إطلالة مميزة نصبح فيها عليكم، بس علشان نوريكم قد إيش إحنا بمكان رائع وجميل ينعم بخضرة رائعة، تضاريس جبارة بكل المقاييس، التنوع الجغرافي اللي خلفي وفوقي ومن يميني ومن يساري. يعني إن شاء الله نحاول نقدر نغطيه خلال تغطيتنا القادمة اللي راح تمتد لمدة 3 أيام إن شاء الله. أحلام، بس عرفينا عن رجال ألمع، أين تقع في منطقة عسير تحديدا وأهمية هذه المنطقة أو هذه المحافظة تحديدا، كيف انضمت إلى اليونسكو أو مرشحة عفوا إلى اليونسكو؟ هي فعلا كلنا بانتظار وصولها إلى اليونسكو، وهذا هو شعارنا، هي الطريقة إلى اليونسكو. رجال ألمع هي منطقة جبلية تبعد عن أبها مسافة ساعة بقيادة السيارة، هي تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية، يعني إذا حاولنا نكون دقيقين، لكن أكيد من يبحث عنها لن يتوه. سكن هذه المنطقة قبائل عدة منذ آلاف 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 السنين، فمتى ما تجولنا معكم ضمن هذه التغطية سنرى قصور وحصون من الطين ما زالت تحمل نفس أصالتها ونفس معالمها الأساسية دون أن يعبث بها يد البشر أو حتى عوامل الطبيعة، رغم أن هنا الأمطار كثيرة والرياح كثيرة والأجواء متقلبة، ممكن نمر بأكثر من فصل خلال نفس اليوم. جميل أحلام، بما أنه زي ما ذكرنا في الطريق للانضمام إن شاء الله لليونسكو، رجال ألمع السائح سواء من داخل السعودية أو من خارجها على ماذا يبحث وماذا سيجد؟ يعني أنا تعاملت أني أنا واحدة من السياح، أنا يمكن ولا مرة في حياتي زرت رجال ألمع، زرت أبها، زرت عسير، زرت المناطق اللي حولها، بس ما كان عندنا هذاك التصور أنه هذه الجبال ممكن الواحد أنه يقدر يوصلها، وكيف أهلها وكيف تعامل أهلها وهل هم ممكن يكونوا سمحين معانا. زي ما تشوفون أنا الآن بالثوب العسيري
واقفة بكل ثقة وبكل حرية وبكل خصوصية في أعلى هذه الجبال الشاهقة. لو ياخذكم معانا محمود ياريت شوية المنظر وتشوفون فكرة سطح الجبال، يعني خلابة. طول ما أمس إحنا جالسين نتجول الناس بس تحط تفرش بسطتها وتجلس، غدا فطور عشاء الأولاد النساء كله بكامل الخصوصية والراحة والسياحة، يعني بالمناظر من أرقى ما يكون وأجمل ما يكون. يعني دايما أحلامي يقال أنه هناك فن معماري في أشكال المنازل، هل لاحظتي ذلك من خلال زيارتك لرجال ألمع؟ طبعا 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 طبعا، بالليل قبل النهار زي ما أنتم كنتوا شايفين، يعني إنارتها وموقعها، الذكاء العمراني كان قديما أنهم حتى باختيار المواقع يكون موقعها مميز، حيث أن الرياح تدخلها بطريقة معينة، تكون مصممة بشبابيكها بشكل مميز، الألوان اللي زينوها بها النساء من الخارج، يعني دائما يقول لك رجال ألمع هي قلاع من الطوب أو من الحصى، يعني لأن زمان كانوا حصى ولكن تزينها حلى النساء اللي هي التلوين الخارجي بفن القط. إيش كنت بقول لي؟ لها لله إيه أكيد، كيف بنسى، كنا موعودين بالعريكة، يعني المفروض أنه صباح ونفطر معاكم عريكة. هو هذا هذا اللي كنت حابة أسألك، هذا اللي كنت حابة أسألك عنه أحلام، يمكن لأنه المنطقة حابين نعرف الناس عنها أكثر. إيش أكثر الأكلات اللي تميزها إلى الآن؟ إيش اتعشيتوا أمس؟ وإيش حتفطروا اليوم؟ إيش الواحد يروح يأكل في رجال ألمع؟ أمس قضيناها خفايف، لكن موعودين إن شاء الله أن ما رح نفوت الغداء، أن يكون الحنيذ، الحنيذ بالطريقة المميزة عند أهل عسير أو حتى عند رجال ألمع تحديدا، هم عندهم الملة، شيء قال للملة هي تدفن طبقات ما بين أوراق الشجر، لحم خبز، لحم خبز، أو حتى اللي هي الدقيق ما يرضون يسمونه خبز لأن خبزهم له طريقة معينة وفي الطبخ وفي الإعداد، لكن أنا ما رح أفوت لهم العريكة، أنا أكون في رجال ألمع وما أفطر عريكة. ومبارح خفافي عطلته بالسيارة وكان يومكو سعيد صح؟ ومبارح خفافي على فكرة هنا هنا حوالين هذه المنطقة تعثرنا، فجيت أنتقم الصباح من المنطقة. جميل، يعطيك العافية أحلام، ورحلة ممتعة، وبالعافية العريكة مقدما، ونلتقي وهدلنا عسل كمان معاك بما أنه هي مشهورة. أكيد طبعا، يعطيك العافية. هي مشهورة بالعسل. شكرا جزيلا، انتهى وقتنا للأسف، يعطيك ألف عافية.